السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا حلوة سهلة جدا، مكونات ديالها بساط كيف ما عودتكم دائما على الوصفات الاقتصادية والبسيطة والسهلة. تبعوا معي الفيديو إلى الآخر وما تنسوش تدعمونا باللايك وبتعليق ديالكم البنائين. وبالنسبة للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناة سكينة السورية. بالمناسبة هذه الحلوة ما كتحتاج طابع، بدون زيت بدون بيض بدون طابع، حلوة رائعة جدا وسهلة التحضير. نمشي ونشوفوا المراحل ديال التحضير ديالها والمكونات، جد بساطين. كنتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو وفرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. غادي ندرج معكم المقادير والطريقة التحضير في نفس الوقت. كنحتاج هنايا 4 ديال المعالق ديال الزبدة كبار، 4 ديال المعالق ديال الزبدة كبار، زبدة عادية. وعندي هنايا كاس ديال سكر كلاصي، أي عبارة كاس ديال العنبة ديال سكر كلاصي، أي سكر صغير، كاس ديال عبار ديال العنبة. وعندي هنايا كاس بعبار ديال العنبة ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته، يعني ما يكونش مطحون يعني مسحوق، يعني بين وبين يبقاو فيه شويه ديال الحبيبات، يعني بحال السميد، يكون بحال السميد او بحال الحبه ديال الكسكسو ملي نطحنوه. واللي بغى يبدل الكاوكاو باللوز هذاك تبقى اختياري. بالنسبه للكاوكاو انا استعملت اللي ما فيش القشره، حمرته وطحنته. كيف ما كتشاهدوا معايا كنمزج الخليط كله بيدي بطبيعه الحال باش نمزج الزبده مع السكر كلاصي مع الكاوكاو. كنمزج الخليط الكل جيدا. وعندي هنايا 3 ديال الحبات ديال الفرماج المثلث، 3 ديال الحبات فقط ديال الفرماج مثلث. كيف ما كتشاهدوا معايا انا وضعت الاولى وهذه هي الثانيه، وغنكمل الثالثه والاخيره حبات من الفرماج المثلث. ثم كنعاود نخلط كل شيء بيدي، وكنضيف واحد شاسيه ديال فاني من فئه 10 غرام فاني عاديه، واللي عنده فاني سائله يدير ملعقه صغيره. غنخلط المكونات جيدا، فرماج مع الزبده مع السكر كلاصي مع الكاوكاو. كيف ما شاهدتوا معايا هاد الحلوه ما كتحتاجش البيض، ما كتحتاجش الزيت، ما كتحتاجش الخماره كيماويه. كيف ما شفتوا معايا المكونات فيها 3 د المكونات اساسيين. اما بالنسبه للطحين عندي هنايا 4 ديال الكيسان بعبار ديال العنبه ديال الطحين. وبالنسبه للناس مثلا الطحين كيختلف على حسب الماركه، ممكن هذا الخليط يجمع لكم 4 الكيسان ونص او 4 الكيسان وربع او 4 الكيسان تماما ديال الطحين. نتوما عينكم ميزانكم منين تكونوا كتضيفوا الطحين. انا هذا الخليط جمعوا لي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الفرص، يعني 4 ما زدت ما نقصت. وانتوما على حسب عينكم ميزانكم منين تكونوا كتجمعوا هذا الخليط. لازم تحصلوا على واحد العجين يكون لين، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش رطب، يعني يكون لين في اليد ديالنا لانني غنشكل به حريبلات. كيف ما كتشاهدوا معايا يكون بهذا القوام هذا لانني غادي نخدم به بيدي، لان هذه الحلوه كيف ما قلت لكم بلا طابع، غادي نخدمها غير بيدي. خصو يكون لين، ولا جاتكم شويه ناشفه زيدوا ليها واحد معلقه ديال الزبده او نص معلقه حتى تحسوا بها بانها لينه معكم وتجيكم سهله ملي تبغيو تشكلوا حريبلات. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنشكل واحد الحربول فوق سطح العمل غير بالخاطر، غير بشويه باش ما تشققش معاكم. مرحله سهله جدا والحلوه ديالنا دغيا كتوجد. بالنسبه للمقادير ديالها بساط جدا، والطريقه ديال التحضير ديالها ولا اسهل. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما شكلت الحربول كندوز الاصبع ديالي كنضغط غير واحد شويه فوق السطح ديال داك الحربول، كان مرولي، انا ما غنخليهش مرولي، كنضغط غير بالاصبع ديالي واحد شويه من الفوق ومن الجوانب. كنتمنى الصوره تكون واضحه والشرح واضح. ثم كنقطع بالسكين، هذا هو الطابع ديالنا اللي كنحتاجه، يعني بلا طابع بلا عذاب وسهله جدا.
كناخذ السكين ديالي وكنقطع على شكل مائل، شكل طولي يكون مائل. كنظن ان كلشي كيعرف هاد الفكره هادي، باش كيقطعوا كيجي شكل اوفال مقوس يعني مائل كيف ما كتشاهدوا معايا. مرحله سهله جدا وبسيطه، وصدقيني هاد الحلوه كتوجد في قل من نص ساعه ملي كتخلطيها، ملي كتحربليها، ملي كتقطعيها نص ساعه كتكون في الفران، يعني ما كتاخذش منك وقت بزاف. وبالنسبه للمقادير كيف ما شاتي معايا سيداتي بساطه جدا. ها هي دا الحلوه ديالنا، هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه. بالنسبه للشكل لك الاختيار، انا جبت لكم اليوم هذا الشكل يعني بلا طابع بلا عذاب، حتى المنظر ديالو كيجي رائع جدا. ولا بغيتي ديري شي شكل سيداتي مرحبا، هذه هي الحلوه ديالنا، المقادير ديالها هما هادو والقوام ديالها هو هذا، سهل جدا واقتصادي. بالنسبه للشكل ديال الحلوه كيبقى لك اختياري، انا فضلت نعطيكم هذا الشكل اللي بلا طابع وبلا عذاب ودغيا كيتحضر، يعني دغيا بسهوله كتوجديه. كيف ما كتشوفي معايا سيداتي، انا خديت الطاوه ودرت ليها بابي كويسون ورق المطبخ، وكنست فيها الحلوه ديالي. وغادي نكمل العجين اللي بقات ليا، غنشكل كذلك حريبلات وغنقطع بالسكين حتى نكمل الطاوه ديالي حتى نكمل العجين. على فكره هذا العجين اللي فيه 4 ديال الكيسان ديال الدقيق وكاس ديال الكاوكاو وكاس سكر كراسي و4 ديال المعالق ديال الزبده وثلاثه ديال الفرماجات، تيعطيوني تقريبا 60 حبه من هذه الحلوه. يا لالا 60 حبه كيعطينا كميه وفيره من هذه الحلوه هذه، تبارك الله ما شاء الله. كيف ما كتشاهدي معايا انا كنكمل التقطيع ديالها وغنكملها نحطها في الطاوه. الفران ديالي سبق ليا ودرته يسخن جيدا على حراره عاليه، مجرد ما كنوضع الطاوه في الفران كنقص للصفر، كنخليها طيب لمده 25 دقيقه على نار مهيله جدا حتى كتبان تتحمر لينا شويه من التحت. على العموم منين تخرجيها سيدتي من الفرن ما تقيسيهاش حتى تبرد. ها هي خرجتها من الفران ما قصتهاش، خليتها تبردات، لان الشكل ديالها كيجي بحال غريبه، كتجي كتفتت حيت فيها غير الزبده والكاوكاو ما فيهاش البيض، يعني كتجي كاع الحلاوي اللي ما فيهمش البيض كيجيو هشاشين كيتفتتوا. كيف ما شاهدتي معايا سادتي، خدات مني الوقت 25 دقيقه في الفران على نار مهيله، وسبق ليا سخنته على درجه عاليه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، تزيين انا خليتها تبردات، عاد كانت كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي، خديت سكر ثقيل اي سكر كلاصي ودرته في واحد الشبيكه صفايه، وكان ندوز عليها من الفوق، يعني كندردر السكر كلاصي غير من الفوق، يعني ما كنمرمدهاش فيه كامله غير من الفوق. انا تعمدت نخليها في الطاوه حيت كانت باقه عندي مرحله ديال السكر كلاصي، وفي نفس الوقت حتى تبرد عاد ديري لها سكر كلاصي. الا كانت سخونه ودرتي لها سكر كلاصي غادي تبان بحال اللي فازقه، يعني كتفزق. كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي، الحلوه ديالنا رغم ما ان ما فيهاش الخماره كتجي مشققه، لان داك الزبده وداك الفخوماج وداك التعليكه ديالها منين علكناها مع الزبده ومع الكاوكاو ومع السكر كلاصي كتجي مشققه كانها فيها الخماره، كانها غريبه البهله، ولكن بطريقه اخرى، يعني ما فيهاش الزيت، ما فيهاش البيض، ما فيهاش كميه زبده كثيره، جد اقتصاديه وسهله. ما تقوليش غتشوفيها وما غتجربيهاش، اكيد غتجربيها، لاننا كنا في هذه الوقيته كنحتاجوا للاشياء العمليه والسريعه والسهله، وفي نفس الوقت المذاق ديالها كيجي صدقيني سيدتي رائع جدا، كتذوب في الفم. كيف ما قلت لكم نعاود نذكركم، اللي ما بغاش يدير الكاوكاو وعنده اللوز متوفر، يعني غير كاس، غيحتاج غير كاس ديال اللوز، ينقي له القشره ديالو، يكب عليه الماء طايب ينقي له القشره ديالو، يفسخو ويحمروا ويطحنوا ويضيفوا بديل الكاوكاو. ها هي دا الحلوه ديالنا، كيف ما عودتكم دائما سوا حلوه سوا كاطو ضروري نقسم طرف حداكم وندوقوا ونفتتها باش تشوفوا القوام ديالها كي كتجي هشيشه ورطبه من داك الشيء الرفيع. بالمناسبه عيد الاضحى كنقول لكم مبروك عواشركم مسبقا، وها هي حلوه العيد سهله جدا واقتصاديه، وما تقوليش ما غديريهاش لان الامكانيات. جبت لكم حلوة سهلة في متناول الجميع. شكرا لكم للمتابعة، وما تنسوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم، وبالنسبة للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما جديد على قناة سكينة الصويرية، ودمتم في رعاية الله.